بسم الله، الحمد لله، والله أكبر. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد استضيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. أرمي لجيست إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت غير ما يفكر. إيش قال؟ لا بالوقت. وإذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، مش لرب فلان وفلان وفلتان. وأوصى بها إبراهيم بنيه، يعني يعقوب، يا بني إن الله، ويعقوب سيدنا جاكوب سيدنا إسرائيل عليه السلام ينصح في كما أبونا إبراهيم عليه السلام نصح ذريته سيدنا إسماعيل، كان معاه علاقة حميمية. وعد سيدنا إسحاق نفس الشيء، حتى قال لهم قال له رب واسم، قال أستغفر رب العالمين. وأوصى بها، لكن العملية الإسلامية استسلام لله، وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب كذلك، يا بني إن الله اصطفى بني إسرائيل، اصطفى لكم الدين، اختاره لكم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعدتم أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا هم كاذبون، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بل كانوا مرتدين، وكانوا من الناس اليربال، من عصوا ربنا في كل مرات عديدة، لذلك حقت عليهم اللعنة، وقدر الله أن يرسل عليهم من يسمهم سوء العذاب إلى تنتهي هذه الدنيا التي لابد لها من نفاد. والسلام على من أراده الله مسلمين له، لا ينازعون الإسلام في شيء، ولا يتفلسفون فلسفة عمياء، فلسفة جهلاء، فلسفة موبقة في النيران، وفلسفة تورط من يدعي الإسلام، تورط مع نزغات الشيطان، فيكون من الخاسرين، لأنه كان من الضالين. والسلام على أهل الإسلام بالتمام والكمال.